أهلا بيكم في حلقة جديدة من شوية مخ، السلسلة اللي بنحاول فيها نستخدم مخنا شوية ونفكر في شوية مواضيع. حلقة النهاردة عن أزمة بيقع فيها 99.9999 من الناس، اختيار التخصص. لو انت قربت تخلص دراستك وهتدخل الجامعة، او لو كنت شغال في وظيفة ومش مرتاح وبتفكر تغير مجالك، او عايز تبدأ حياتك المهنية بس حاسس انك تايه ومش عارف تمشي في انهي طريق، الفيديو ده ليك. كتير مننا هو خارج من مرحلة الثانوية بيسمع الناس حواليه بتقول له لازم تدخل كلية من كليات القمة، طب، هندسة، صيدلة. الناس دي سيبك منها، وناس تانية بتقول لك سيب كل حاجة واتبع شغفك، المهم تعمل اللي انت بتحبه. الناس دي برضو سيبك منها، في الاخر احتمال تلاقي نفسك مش لاقي تاكل. تعالوا نعرف ازاي تختار مجال دراستك او شغلك بطريقة تضمن لك السعادة والاشباع والمعنى في الحياة، وفي نفس الوقت تكون مصدر رزق يعيشك حياة كريمة. بس الاول دوس على زرار اللايك اللي انت شايفه تحت ده، عشان الكلام اللي هنقوله مهم ومحتاج يوصل لكل الناس. في حكمة بتقولك do what you love and you'll never work another day in your life، يعني خلي الحاجة اللي بتحبها هي شغلك ومش هتضطر تشتغل في يوم في حياتك. الحقيقة ان الحكمة دي صحيحة، انا نفسي يا جماعة اتحققت معايا الحكمة دي لحد بعيد، لكن الحكمة دي لوحدها مش كفاية. طيب ايه الحل؟ الحل موجود في مفهوم ياباني اسمه ايكيجاي. ايكيجاي يعني الهدف من الحياة، انا بترجمه الاشباع. المفهوم ده باختصار بيقولك وانت بتختار طريقك في الحياة اسأل نفسك 4 اسئلة. 1. ماذا احب ان افعل؟ 2. ماذا أجيد أن أفعل؟ 3. ماذا سيوفر لي دخلا جيدا؟ 4. ماذا يحتاجه العالم؟ التقاطع اللي في الوسط ده هو الايكيجاي. طب تعالوا نفهم كل سؤال، أو بمعنى أصح كل دايرة من الدوائر دي. أولا، ماذا أحب أن أفعل؟ يعني اسأل نفسك إيه هي الحاجة اللي بتستمتع وانت بتعملها وبتعطيك طاقة وسعادة حتى لو انت مش محترف فيها 100%. مثلا، بحب ألعب كورة، بحب أرسم، بحب أقرأ، بحب أكتب شعر. ليه الدائرة دي مهمة؟ غير انها هتبقى مصدر موت عليك، فالحاجة اللي انت بتحبها هتقدر تقضي في تعلمها وممارستها فترات طويلة بدون ما تزهق او تتعب. ثانيا، ماذا اجيد ان افعل؟ ايه هي الحاجة اللي ربنا اعطاني موهبة فيها؟ مثلا، هل بعرف ارسم حلو؟ هل عندي اذن موسيقية وبعرف اعزف؟ هل جسمي رياضي وعندي مهارات رياضية مش عند ناس كتير؟ يلخ. لاحظ حاجة هنا، احنا هنا مش بنسأل عن انا بحب اعمل ايه، لا، احنا بنسأل انا شاطر في ايه، والفرق بين الاثنين كبير. لو تأملت هتلاقي ان مش كل النشاطات بتتطلب نفس القدر من الموهبة والمهارة، في نشاطات بتتطلب موهبة كبيرة وقليل من التعلم او الممارسة، ومهارات عايزة تعلم وممارسة كتير وموهبة اقل. الموهبة هي الحاجة اللي انت اتولدت بيها، يعني مثلا واحد اتولد لقى نفسه دمه خفيف وبيعرف يضحك الناس، لو حب يشتغل كاتب محتوى كوميدي كل اللي هيعمله بس انه هيتعلم قواعد ومهارات الكتاب. لكن لو واحد ما عندوش موهبة خفة الظل اصلا، مهما اجتهد وحاول يتدرب مش هيقدر يكتسب الموهبة دي، لانها موهبة وغير معتمدة على الممارسة او الدراسة. لكن مهنة مثلا زي مهنة الطب مش محتاجة موهبة معينة، لكن محتاجة دراسة وممارسة ومجهود كبير، وهكذا. فسؤال ماذا أجيد ده معناه أنا موهوب في إيه؟ أو أنا وصلت مرحلة متقدمة من الدراسة والممارسة في إيه؟ غالباً السؤال ده الإنسان ما بيعرفش يجاوب عليه لوحده، محتاج رأي حد خبير في المجال أو رأي مجموعة من الناس اللي حواليه. الدائرة الثالثة، ماذا سيوفر لي دخلاً جيداً؟ إيه الوظائف أو المجالات اللي مرتبها كويس؟ والناس اللي بيشتغلوها بغض النظر هم كتير أو قليلين بياخدوا أجور مادية عالية. 4. ماذا يحتاجه العالم؟ ايه الحاجة اللي في متناول ايدي والعالم محتاجها؟ يعني مثلا هتنفع ديني او وطني، او فيها مساعدة للناس والمحتاجين، او عليها طلب كبير في سوق العمل. لو سألت نفسك ال4 اسئلة دول هتلاقي كل سؤال منهم ليه اكتر من اجابة، كل اجابة بتتقاطع مع دايرة او 2 او 3 من الدوائر دي. لو انت لقيت تخصص معين يحقق لك ال4 حاجات دي مع بعض، فانت انسان محظوظ جدا لانك قدرت تحقق الايكيجاي. لكن حتى لو ما لقيتش الحاجة اللي تحقق لك ال4 حاجات دول، حاول على الأقل إنك تلاقي مجال يحقق لك 3 حاجات منهم، ما تتنزلش عن 3، وحاول تحقق الرابعة لاحقا. ولما تلاقي الحاجة دي ركز عليها وخليها محور دراستك وشغلك. تعالوا ناخد شوية أمثلة. خالد عنده هواية تصنيع الروبوتات والإلكترونيات من وهو طفل صغير، فهنا هو بيعمل حاجة بيحبها، الدائرة الأولى. وفي نفس الوقت الهواية دي هو شاطر فيها وقرأ كتب كتير وأخد كورسات فيها أونلاين ووصل فيها لمستوى متقدم، فهو بيجيد فعلها وبكده حقق الدائرة التانية كمان. ولما دور وسأل عرف أن روبوتكس ده مجال مطلوب جدا حاليا وفي المستقبل، وأن مهندسي الروبوتكس دخلهم المالي ممتاز،
فهو كده حقق الدائرة الثالثة. وعشان خالد يعوض الجزء الرابع اللي ناقصه، خالد بعد ما اتخرج واشتغل قرر ان هو يعمل دورات مجانية يعلم فيها الشباب الصغير مبادئ الروبوتكس والالكترونيات، وبكده خالد حقق الدائرة الرابعة وحقق الاي كي جاي. يا بختك يا خالد. طب ايه اللي بيحصل لما الواحد يحقق ثلاث حاجات فقط وما بيحققش الرابعة؟ بيكون حقق نجاح نسبي لكن ناقصه حاجة. يعني مثلا لو لقيت حاجة بتحبها وعندك موهبة فيها وبتتقاضى أجر كويس عليها لكن العالم مش محتاجها، هتحس بالرضا النسبي عن مستوى حياتك، لكن هيفضل عندك شعور بعدم الفائدة للناس أو للمجتمع. لو حاجة أنت موهوب فيها وبتتقاضى فيها أجر كويس ومفيدة للمجتمع لكن أنت مش بتحبها، هتكون مرتاح لكن هيفضل عندك شعور بالفراغ وعدم الرضا. لو الحاجة دي بتتقاضى عليها أجر كويس والعالم محتاجها وأنت بتحبها لكن أنت مش موهوب فيها، هتحس بالنجاح لكن هتفضل عايش في شك وقلق وإنك مش متأكد من نجاح أو حاسس بعدم الاستحقاق. لو الحاجة دي العالم محتاجها وإنت بتحب تعملها وموهوب فيها لكن الأجر المادي بتاعها مش كبير، هتحس بالسعادة والفرح وإنت بتشتغلها لكن هتفضل على طول بتعاني من المشكلة المادية. في نقطة مهمة لازم نقولها هنا، مش كل الناس حالها زي بعض طول الوقت. يعني ممكن واحد يكون محتاج يحقق قيمة معينة في حياته مختلفة عن القيمة اللي شخص تاني عايز يحققها، أو عن القيمة اللي نفس الشخص كان عايز يحققها في مرحلة تانية من حياته. يعني مثلا شخص عنده وفرة في المال، فلما بيجي يدور على الإشباع بيبحث عن الدوائر الثلاثة التانية حتى لو ينقصها دائرة المال. وفي المقابل شخص تاني ظروفه المادية صعبة والإشباع في حياته حاليا هو إنه يلاقي الحاجة اللي تحقق له الأمان المادي حتى لو تجاهل دائرة أو اتنين من الدوائر التانية وهكذا. فما تستغربش مثلا لما تلاقي شخص عايش طول حياته مهندس وفجأة ترك الهندسة وتفرغ لصناعة الفخار أو تربية النحل أو الطبخ. هو تجاهل أحد الدوائر لأنها متحققة بالفعل في حياته وبيدور على الإشباع بتحقيق الدوائر الأخرى. عشان كده مهم قبل ما تبحث عن دوائرك ابحث الأول عن القيمة المهمة ليك. أنا عارف إن الموضوع مش سهل وفي ناس بتقعد عشرات السنين لحد ما تكتشف دوائرها الأربعة وتوصل للإشباع، لكن جايز لما تبص الموضوع من زاوية الآيكي جاي دي تسهل على نفسك شوية اختيار طريقك في الحياة. أرجو إني أكون بسطت الموضوع شوية من خلال الفيديو ده. اكتبولي في التعليقات المجالات اللي بتحسسكم بالإشباع وخلونا نتناقش. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشاركه مع أصدقائك، وإلى اللقاء في فيديو قادم.